الكتاب هو على شكل فيه مقالات ونشرت في مراحل مختلفة، ومنها ما يتعلق بالسياسة، ومنها ما يتعلق بالعمل الجمعوي، ومنها ما يتعلق بالفكر والثقافة عموما. وبين هذا وذاك هناك أشياء تتعلق أو ذكريات لها علاقة بطفولتك. فالكتاب كان ممتعا في قراءته، مفيدا في شكله ومضمونه، ويتضمن معلومات قيمة للغاية لم يسبق أن قرأته في أي اتجاهات معينة، يعني من باب التوثيق. قل إن الكتاب له قيمة توثيقية كبرى إضافة إلى قيمته الأدبية طبعا في الأجزاء، خصوصا كل يعني اتفقنا في هذه الجلسة على أن كاتب قدرة كبيرة على السرد والحكي، وطلبنا منه أن يوظف هذه القدرة وهذه الملكة في كتابة رواية لملأ. يعني سيكون ذلك يعني كي لا يهدر هذه الطاقة الإيجابية حق هذه القدرة على الكتابة بهذا الشكل لا يتوفر عليها أي إمكان. ثم الكتاب أيضا يبشر بأنه سيكون بداية لمجموعة من الكتب الأخرى، ومن الجميل أن يجتمع مثقفون في يعني نساء ورجالا ليتدارسوا إنتاجا بهذه القيمة. فشكرا للأديبة الشاعرة التي فتحت لنا باب بيتها لنتدارس هذا الموضوع، لننير بالكاتب أيضا بعض الجوانب التي ربما قد انتبه إليها هو بنفسه. بالنسبة لي كما سميته فهرس لمجموعة الكتب التي ستأتي من بعد، لأنه كان ملمح لأشياء كثيرة جدا في نفس اللحظة، إذن فهو سيخلق تبدل إليها وسيحاول أن يفصل فيها الكون كي تكون أكبر شساعة وتتسع عنده الصورة أيضا. إذن بالنسبة إلي تفاعلت مع الكتاب وكأنني كنت أربي السواح من الشخمان، وكأنه ابني عايش تفنته وعايش كتابه وعايش نظرته وعايش أحداثه وشخصه. إذا بالنسبة إلي هي قيمة أخرى، نافذة أخرى على السمح من الشخمان، وهي أجنحة أخرى يطير نقل عليها السمح من الشخمان إلى عالم آخر أو إلى عوالم أخرى. كان اللقاء قيما وثريا ومن السوافع جدا. كان في تقديم ديال يعني تقديم ديال ثلاث اوراق على الكتاب. بالنسبه لي سعيد جدا بهذه اللمه الثقافيه الراقيه. هذا اللقاء شجعني اكثر واكثر على ان أفرد وقتا أطول للقراءة والكتابة بدل الحركة الدائبة. الأساتذة الذين قدموا أوراق عن الكتاب أحاطوا به بشكل دقيق جدا، ومجمل المناقشات التي كانت حول الكتاب هي تشجع على المزيد من الكتابة في الأدب، في الرواية، في السيرة الذاتية، وفي العلوم السياسية. أشكر جميع من حضر، وأشكر القناة الإعلامية الجادة، وأشكر الفنانين الحاضرين، ولقاء آخر من اللقاءات المشجعة للعمل الثقافي، على اعتبار أنه العمل الثقافي هو الحياة. لا نعيش بالخبز، ولكن الثقافة هي لاحب الفني للحياة.